الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يسعدني أن تستمر لقاءاتي معكم في سلسلة المحاضرات العلمية العامة، حيث نتناول في كل محاضرة منهم موضوعا علميا ونلقي الضوء عليه بصفة عامة أو إجمالية وليست تفصيلية. محاضرتنا اليوم عن أسس الاستشعار عن بعد، وبإذن الله تعالى سنحاول أن نغطي في هذه المحاضرة 7 نقاط: ما هو الاستشعار عن بعد ومكوناته، والأقمار وأجهزة الاستشعار المستشعرات، والتعامل مع المرئيات الفضائية، ثم تقنية الرادار، وتطبيقات بصفة عامة عن مجال الاستشعار عن بعد، وأيضا عن أشهر البرامج أو السوفت وير التي تتعامل مع هذا العلم. نبدأ بمشيئة الله تعالى في النقطة الأولى لنعرف ما هو الاستشعار عن بعد. أولا، ترجمة كلمة الريموت سينسينج. البعض يقول الاستشعار عن بعد، والبعض الآخر يطلق عليه الاستشعار من بعد، وأيضا التحسس النائي. هذه الترجمات العربية للكلمة. لكن ما هو الاستشعار؟ هو علم تجميع المعلومات عن سطح الأرض بشرط دون الاتصال أو التلامس الفعلي مع هذا السطح، ومن هنا جاءت عن بعد أو من بعد. كيف يتم ذلك؟ من خلال تحسس وتسجيل الطاقة، سواء الطاقة المنعكسة أو الطاقة المنبعثة، ومعالجة هذه الطاقة وتحليلها للوصول إلى معلومات مفيدة. هذا هو إجمالا تعريف كلمة أو علم الاستشعار عن بعد أو الريموت سينسينج. من هذا التعريف نستطيع أن نقول أن الاستشعار عن بعد بدأ منذ فترة طويلة جدا، فكمثال في عام 1859 ميلادي مقابل 1275 هجرية تم التقاط أول صورة بالكاميرا من بالون أو من طوب. فإذا رجعنا إلى التعريف، هو الحصول على معلومات عن سطح الأرض دون التلامس الفعلي معها، يبقى كده ده موفي الصور التي كانت تلتقط من البالون من عام 1859. لكن في عام 1902 كما هو معروف تم اختراع الطائرة، وبعدها ب7 سنوات فقط في عام 1909 بدأ استخدام الطائرات في التصوير، وظهرت أول صورة جوية في عام 1326 هجرية. لذلك فإن التصوير الجوي هو نوع من أنواع الاستشعار عن بعد طبقا لهذا التعريف. لكن كان أول قمر صناعي يعرفه الإنسان أو يطلقه الإنسان في عام 1960 ميلادي أو 1379 هجرية، وكان مخصص لدراسة المناخ. وفي عام 1972، ده التاريخ المشهور جدا، اللي هو اطلاق اول قمر من اقمار اللاندسات، وهي الاقمار المخصصة للتصوير من الفضاء او الاستشعار عن بعد. يبقى دي نستطيع ان نقول انها البداية الفعلية للاستشعار عن بعد في عام 1972 ميلادي او 1391 هجرية. لكن طبقا للتعريف فان التصوير من الطائرة هو نوع من أنواع الاستشعار عن بعد، لكن جرى العرف أن نفرق ما بين المصطلحين. عندما نقول التصوير الجوي أو الفوتوغرامتري فده معناه أن الصور ملتقطة من الطائرة، عندما نقول الاستشعار عن بعد أو الريموت سينسينج فده معناه أن الصور ملتقطة من القمر الصناعي. أيضا بدأنا نفرق ما بين مصطلحين: الفوتوغراف أو الصورة، والمرئية أو الإيمج. فوتوغراف أو الصورة أصبح من الشائع إن إحنا نعني بها الصورة الملتقطة من الطائرة، بينما كلمة إيمج أو مرئية
أصبحت تعريفا للصور الملتقطة من الأقمار الصناعية. استشارة عن بعد عشان نحاول نتخيل في الصورة اللي أمامنا دلوقتي، عبارة عن سبعة أجزاء أو سبعة أقسام. بداية لازم يكون عندي مصدر للضحك أو الإضاءة. هنقول مثلا إن هو عندي الشمس، يبقى الشمس هي اللي بتشع الطاقة اللي أنا محتاجها. شعاع الشمس ما بيجي يتحرك بعد كده هو ويمشي في الغلاف الجوي، إذا هيحصل عليه تأثير، يبقى لازم أدرس ده مكون من مكونات العملية في حد ذاتها، عملية الاستشعار. طيب الشعاع دوت بعد ما اخترق الغلاف الجوي بدأ يوصل لسطح الأرض، سطح الأرض عليه مجموعة من الأهداف، إزاي الأهداف دي ستتفاعل مع هذا الشعاع أو هذه الطاقة المنعكسة عليها؟ يبقى التفاعل من الأهداف المركب الثالث من مركبات الاستشعار عن بعد. بعد كده طيب الأهداف ديت أو الطاقة ديت هترجع تاني، هتعكس الطاقة المنعكسة عليها، يبقى في انعكاس، هيوصل لغاية جهاز معين اللي أنا بسميه المستشعر أو السنسور اللي هيقوم بتخزين الطاقة اللي جاية ديت، يبقى محتاج مستشعر. طبعا احنا دلوقتي في الصورة بنتكلم عن مستشعرات الأقمار الصناعية بصفة عامة، لكن ممكن المستشعر بتاعي يكون في الطيارة زي ما قلنا قبل كده اهوت. طيب بعد ما المستشعر أو الجهاز اللي موجود في القمر الصناعي خزن الطاقة ديت، طبعا مش هيفضل محتفظ بها عنده في القمر الصناعي، يبقى هيعملها عملية إرسال. إرسال إلى محطات أرضية تستقبل هذه البيانات أو هذه الطاقة وتقوم بمعالجتها. يبقى ده المركب الخامس. طيب الطاقة دي هتطلع لي مثلا، خلاص وصلت إن أنا طلعتها في صورة مرئية، محتاج حد يفسرها ويحللها. إذا الجزء السادس أو ما قبل الأخير عملية تفسير وتحليل المعلومات اللي موجودة في المرئية أو الصورة اللي جات لي. بعدين طيب بعد ما عملت التفسير والتحليل هقف عند كده أهو؟ لا، في النهاية في حد هياخد أبلكيشن معينة أو استخدام معين أو تطبيق للمعلومات ديت. إذا ما استطيع أن نلم من هذا الشكل بعملية الاستشعار ومكوناتها والخطوات المتتالية فيها. بكده خدنا صورة عامة عن الاستشعار عن بعد، هنحاول بقدر الإمكان نمسك كل مكون من المكونات ديت وناخده بقليل من التفصيل. أولا الطاقة أو الإشعاع، بنسميه الإشعاع الكهرومغناطيسي أو الطاقة الكهرومغناطيسية. جه منين الاسم دوت كهرومغناطيسي؟ لأنه بيتكون من مجالين، مجال كهربائي ومجال جت كلمة كهرو، ومجال أيضا مغناطيسي، يعني أي شعاع ماشي يبقى بيتكون من مجالين، مجال كهربائي ومجال مغناطيسي، ومن هنا جاءت مصطلح الطاقة الكهرومغناطيسية أو الإشعاع الكهرومغناطيسي. طيب الإشعاع دوت أو الطاقة ديت مش معقول كلها حاجة واحدة، لازم في أنواع تفصيلية منها. طيب عشان نيجي نفرق ما بين نوع والتاني هنفرق بناء على إيه؟ قال إن أهم خاصيتين في الإشعاع الكهرومغناطيسي اللي هما طول الموجة الويف لينز أو التردد الفريكونسي. طول الموجة زي الرسمة ديت كده هو هو المسافة ما بين قمتين متتاليتين للطاقة، يعني الطاقة أو الشعاع اللي هو وهو ماشي في الفراغ بيعمل حاجة زي الساين كيرف أو المنحنى ديب الزاوية، يعني بيبدأ وبعدين يطلع وبعدين يبدأ يقل تاني يدخل في الجزء السالب لغاية ما يوصل للقمة السالبة ويرجع مرة تانية. لو أنا استطعت قياس المسافة ما بين قمتين متتاليتين، المسافة دي هي اللي بنسميها طول الموجة أو الويفلينز. طب إيه التردد بقى؟ التردد هو عدد الموجات في الثانية الواحدة. يبقى طول الموجة مسافة بينما التردد عدد. والعلاقة اللي ما بينهم إن فاصل ضرب التردد في طول الموجة ده بيساوي رقم ثابت اللي إحنا بنسميه سرعة الضوء، اللي هو 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. يبقى معنى كده إن أنا لو عارف قيمة طول الموجة أستطيع بسهولة حساب التردد، أو العكس لو أنا عارف التردد أقدر أحسب طول الموجة. طبعا العلاقة ما بينهم هتكون علاقة عكسية، يعني لو الموجة طولها صغير ف
فمعنى كده هو ان هي هتتردد كتير جدا في الثانيه الواحده، بينما الموجه لو كان طول الموجه كبير معناها عدد مراتها في الثانيه هيكون قليل. اذا علاقه عكسيه، واضح حتى من المعادله انها علاقه عكسيه، كل ما واحد منهم بيزيد الثاني بيقل مباشره. طيب بناء بقى على سواء التردد او طول الموجه، اذا نستطيع ان نقسم المجال الكهرومغناطيسي الى انواع تفصيليه او اقسام تفصيليه. اللي احنا بنشوفه من الطاقه او المجال المغناطيسي ده بنسميه الضوء المرئي. يعني معنى كده ان في انواع كتيره جدا من الضوء نسميها الضوء غير المرئي، يعني عيني ما بتقدرش تشوفها او تتعامل معاها. عين الانسان له قدره معينه على التعامل مع الضوء. طيب الضوء المرئي دوت اللي هو تعريفه ببساطه كده هو طول الموجه بتاعته بيتراوح من 4 من 10 الى 7 من 10 من المايكرومتر. ايه هو المايكرومتر؟ هو 1 على مليون من المتر او 1 على 1000 من المليمتر. يعني تخيل المليمتر دوت لو قسمته الى 1000 جزء فالجزء الواحد هنسميه المايكرومتر. او لو انا بتكلم عن المتر الكبير وهقسمه الى مليون وحده صغيره كل وحده هنسميها مايكرومتر. يبقى عيني عين الانسان تستطيع ان تتعامل وتتفاعل مع الضوء بشرط ان طول الموجه بتاعته لا يقل عن 4 من 10 ولا يزيد عن 7 من 10. الضوء دوت اللي هو المرئي نستطيع من داخله ان احنا نقسمه الى المجالات الثلاثه الرئيسيه، الازرق اللون الازرق واللون الاخضر واللون الاحمر. فالازرق من 4 من 10 الى 5 من 10 مايكرو، بعديه الاخضر من 5 من 10 الى 6 من 10، ثم الاحمر من 6 من 10 الى 7 من 10. لو انا بصيت على الرسم ده الجزء الصغير جدا دوت الشرطه الصغيره دي هي دي حدود الضوء المرئي، بينما بقيه المقياس او بقيه الرسم ده كله بالنسبه لي ضوء غير مرئي، يعني ما بتقدرش تتعامل معاه. انا بس الجزء اللي اقدر اشوفه هو اللي بيتراوح ما بين 4 من 10 و 7 من 10. ما هو اقل من 4 من 10 عيني لا تستطيع رؤيته، ما هو اكبر من 7 من 10 عيني لا تستطيع رؤيته. لكن في عندي حاجتين مهمين في علم الاستشعار عن بعد يعني بنستخدمهم حتى لو هم غير مرئيين لكن الاجهزه بتستطيع التعامل معاه، اللي هي الاشعه تحت الحمراء. دي كلمه تحت الحمراء لان هي اقل من ما بعد اللون الاحمر بالنسبه لي، فلذلك سميت الانفراريد. دي اللي طول الموجه بتاعتها بيتراوح من 7 من 10 لغايه 100 مايكرومتر. يبقى الجزء دوت من 7 من 10 لغايه 100 مايكرومتر بنسميه الاشعه تحت الحمراء او الانفراريد. طبعا من داخلها في اقسام، ففي منها جزء بنسميه تحت الحمراء الانعكاسيه او الريفلكتيف انفراريد، وفي تحت الحمراء الانبعاثيه او الحراريه اللي هي emitted or thermal infrared. طيب كمان في جزء عندي اللي هي بنسميها المايكرويف او الاشعه القصيره. دي طول الموجه بتاعتها بيتراوح من 1 مللي، مش مايكرو بقى، 1 مللي يعني 1000 مايكرو، من 1 مليمتر لغايه 1 متر. صحيح عيني لا تستطيع رؤيه هذين المجالين، لكن اجهزه الاستشعار ذات نفسها بتستطيع ان هي تتعامل معاهم وتسجل الطاقه في مجال الاشعه تحت الحمراء وفي مجال الاشعه القصيره او المايكرويف. يبقى دي النقطة الأولانية أو المركب الأولاني من مركبات الاستشعار، مصدر الطاقة أو نوع الطاقة في حد ذاته. يبقى الحاجة الثانية إن الطاقة اللي جاية من الشمس، وإحنا افترضنا دلوقتي الشمس هي مصدر الطاقة الرئيسي بتاعنا لحد دلوقتي، فيبقى الطاقة دي ستمر في طبقات الغلاف الجوي. طيب هل طبقات الغلاف الجوي بتأثر على الطاقة بصورة معينة؟ أه بتأثر. في ممكن يحصل عندي تأثيرين، التأثير الأولاني التشتت أو السكاترينج، والتأثير الثاني الامتصاص أو الابزوربشن. فالتشتت معناه زي ما الرسم باينة إن الطاقة اللي جاية من الشمس مش هتفضل مستمرة في مسارها الطبيعي لغاية ما توصل لسطح الأرض، لكن في طبقة الغلاف الجوي هتبدأ تتفرق وتتناثر أي تتشتت. يبقى لازم أعرف
المعدلات ديت وخصائص هذا التشتت عشان بعد كده اعرف اتعامل مع الطاقه ديت. الجزء اللي وصل منها لسطح الارض اعرف اتعامل معاه او اعالجه ان كان دوت نوع من انواع الاخطاء اللي حصلت في الغلاف الجوي. اما النوع الثاني او التاثير الثاني من تاثيرات الغلاف طبقات الغلاف الجوي على الطاقه اللي جايه من الشمس اللي هو الامتصاص، يعني طبقه الغلاف الجوي ستمتص جزء من هذه الطاقه ولا تسمح له بالنفاذ الى سطح الارض. يبقى التفاعل مع الغلاف الجوي المكون الثاني من مكونات الاستشعار عن بعد او عمليه الاستشعار عن بعد. طيب نفترض ان الجزء اللي وصل الى سطح الارض من هذا المجال الكهرومغناطيسي او الطاقه الكهرومغناطيسيه هيبدا يوصل لسطح الارض، سطح الارض ما هواش حاجه صماء، في احداث، في اشجار، في رمال، في ميه، في كل الانواع الاهداف. هل كل الاهداف دي ستتعامل مع هذا الشعاع المنعكس بنفس الكيفيه او بنفس الطريقه؟ لا طبعا. الطبيعي ان اللي هيحصل حاجه من ثلاثه او ممكن الثلاثه مع بعض. يا اما ان الهدف يمتص هذه الطاقه او ينفذها الى داخل سطح الارض او يعكسها. يبقى عندي اما ابزوربشن او ترانسميشن او ريفليكشن. يا اما امتصاص يا اما نفاذيه يا اما انعكاس. يبقى الامتصاص زي ما احنا شايفين يعني الطاقه الهدف ذات نفسه، لو انا خدت مثال هنا مثلا بورقه الشجر يبقى هتمتص الطاقه مش هتخليها تروح في اي حته ثانيه. نفاذيه معناه ان الهدف هينفذ الطاقه وهتمر من خلاله الى ما هو وراءه. اما الريفليكشن او الار هنا هو معناه ان الهدف هيعكس الطاقه مره ثانيه ويردها الى في نفس اتجاه المصدر اللي جايه منه. طبعا كل نوع من انواع الاهداف على سطح الارض هيبقى ليها خصائص. يعني الميه هل يا ترى هتمتص كام في الميه وهتنفذ كام في الميه وتعكس كام في الميه؟ طب لو عندي نبات هيمتص كام في الميه، هينفذ كام في الميه، هيعكس كام في الميه؟ الفروقات ديت لكيفية تفاعل كل هدف مع هذه الطاقة هي دي أهم حاجة عندنا في عملية الاستشعار عن بعد. ليه؟ لأن من خصائص، لو قدرت أعرف الخصائص ذات نفسها بتاعة يعني مثلا إن هو نسبة الانعكاس في المية تقريبا 10% لما يكون طول الموجة صغير، أول ما طول الموجة بدأ يعلى بدأ نسبة الانعكاس بتزيد. لما طول الموجة عند 7 من 10 مثلا بدأت نسبة الانعكاس بتقل، عند 8 من 10 مايكرومتر المية ما بتعكسش أي حاجة. بينما العكس في النباتات. يبقى من عند كل الموجة 4 من 10 هتعكس أقل من 10%، كل ما طول الموجة بيزيد نسبة الانعكاس بيزيد لفترة معينة عند مثلا 55%، بعد كده نسبة الانعكاس هتبدأ تقل لغاية طول الموجة ما بيكون ما بين 6 من 10 ل 7 من 10 يبقى اقل من 10%، لكن لو استخدمت طول موجه اكتر من 7 من 10 ابص الاقي النبات بيبدا يعكس كميه كبيره من الطاقه ديت. يبقى لو انا عرفت الخاصيه دي يبقى لو عندي بيانات فيها نسبه الانعكاس اقدر اقول هل الهدف ده كان ميه ولا ده نوع من انواع النباتات. عشان كده دي حاجه مهمه جدا في عمليه الاستشعار عن بعد، دراسه كيف تتفاعل الاهداف الارضيه مع الطاقه الكهرومغناطيسيه. في البدايه قلنا هنفترض ان مصدر الطاقه بتاعتنا هو الشمس. هل كل عمليات الاستشعار عن بعد بتعتمد على الشمس فقط؟ لا. اذا كان مصدر الطاقه بتاعتي هي الشمس ده بسميه الاستشعار السالب او النيجاتيف ريموتنسنج. يعني سالب ليه؟ لأن في طاقة جاية من الشمس أنا ما بتحكمش فيها، بتقع على سطح الأرض بتنعكس إلى الجهاز بتاعي، نفترض مثلا قمر صناعي، يبقى الجهاز اللي هو جهاز الاستقبال هو لا يفعل أي شيء إلا استقبال الطاقة اللي جاية منعكسة من سطح الأرض، عشان كده هو سالب. طيب معنى كده أهوت إن في حاجة تانية، النوع التاني اللي إحنا بنسميه الأكتيف ريموت سينسنج أو الاستشعار الموجب. طب لو أنا بقى الشمس مش موجودة. طيب لو انا بقى الشمس مش موجوده
هل معنى كده ان ما استخدمش عمليه الاستشاره عنده؟ قلنا لا، ممكن ان الجهاز ذات نفسه هو اللي يطلق هذه الطاقه تصل الى سطح الارض ثم تنعكس اليه مره اخرى فيقوم باستقبالها. يبقى هنا الجهاز بقى في ايجابيه، هو اللي بيرسل ويستقبل هذه الاشعه، ومن هنا جاء الاسم الاكتف ريموت سينسنج او الاستشعار الموجب. يبقى في الاستشعار يا اما استشعار سالب بيعتمد على الشمس كمصدر طاقه، او استشعار موجب ان الجهاز بتاعي هو اللي يولد الطاقه اللي هتتم بيها عمليه الاستشعار عن بعد. كده يبقى خلصنا النقطه الثانيه في محاضرتنا، وننتقل الان الى النقطه الثالثه عن الاقمار الصناعيه والمستشعرات. أول حاجة نتكلم عليها اللي هي المنصات المستخدمة في عملية الاستشعار عن بعد أو البلاتفورم، يعني جهاز الاستشعار هيبقى محمول فين؟ عندي الأول مستشعرات أرضية. أرضية معناها إن الجهاز نفسه جهاز الاستشعار بتاعي موجود على سطح الأرض. في مستشعرات جوية، يعني البلاتفورم أو المنصة بتاعت الجهاز موجود داخل طيارة، والنوع اللي إحنا عارفينه اللي هو الشائع لاستخدام المستشعرات في القمر الصناعي. طبعا المستشعرات الأرضية نستخدمها عشان نجيب بيانات تفصيلية عن بعض الأهداف، عاوز حاجة بالتفصيل عشان حتى بعد كده هو أقدر أحدد الهدف دوت لما يجيلي على صورة قمر صناعي يبقى أنا عارف بياناته التفصيلية. المستشعرات الجوية أيضا مستخدمة، ممكن أكتر حاجة في أمريكا وكندا، إن جهاز الاستشعار موجود داخل طيارة بكون في حاجه معينه او ظاهره معينه عاوز ارصدها في نفس اللحظه، بسهل جدا ان انا ابعت الطياره المنطقه ديت وترجع تاني. لكن النسبه العامه او اشهر تطبيق بالنسبه لي هو المستشعرات الموجوده في الاقمار الصناعيه. عشان نيجي بقى دلوقتي نقارن ما بين او نعرف خصائص المرئيات الفضائيه اللي جايه لي من اكتر من قمر صناعي. الأحسن أو إيه الأفضل بالنسبة لي؟ فهناك بعض الخصائص اللي يجب الاهتمام بيها اللي بتبين مميزات المرئية الفضائية اللي إحنا بنسميها درجات الوضوح، لكن درجات الوضوح أو الريزولوشن في منها أنواع كتيرة جدا. هنبدأ نتكلم عن درجة الوضوح المكانية أو سبيشال ريزولوشن. ببساطة ده تعريفها إنها مساحة أصغر ظاهرة ممكن تحسسها او تمييزها على المرئيه، اللي احنا بنقول عليها الخليه او البيكسل. بمعنى يعني هقول مثلا انا عندي مرئيه فضائيه الوضوح المكاني بتاعها 1 متر، معناه ان اصغر هدف يمكن تمييزه على هذه المرئيه هو الهدف اللي طوله 1 متر وعرضه 1 متر. ما هو اقل من ذلك يعني اقل من المتر في متر دوت لا استطيع تمييزه على المرئيه. اذا المرئيه دي درجه وضوحها المكانيه 1 متر. طبعا درجات الوضوح المكاني من اول عده ديسيمترات يعني عشرات السنتيمترات، وفي بعض الاقمار الصناعيه بتوصل الى عده كيلومترات. المثال اللي قدامنا دوت يعني ادي مرئيه مثلا درجه وضوح المكاني بتاعتها عاليه، السبيشال ريزولوشن بتاعتها كبيره، هنا السبيشال ريزولوشن بتاعتها صغيره، اقدر بسهوله اشوف الفرق ما بينهم، يعني ان هو انا شايف تفاصيل المباني ذات نفسها، بينما دي المنظر العام. يبقى كل ما زادت درجه الوضوح معناها طبعا ان المرئيه هتغطي مساحه صغيره من سطح الارض، لكن لما اكون عاوز مرئيه تغطي مساحه كبيره من سطح الارض يبقى بالتالي بتكلم في درجه الوضوح المكانيه بتبقى قليله ما هياش عاليه. العلاقة دايما عكسية ما بين مساحة المنطقة أو حجم المرئية ذات نفسه مع السبيشال ريزولوشن أو درجة الوضوح المكاني لها. النوع الثاني من درجات الوضوح اللي بنسميه درجة الوضوح الطيفية أو سبيكترال ريزولوشن. التعريف ببساطة عدد الموجات أو النطاقات اللي بيستخدمها المستشعر أو المرئية ديت. يعني احنا قلنا قبل كده هو في بداية الإشعاع الكهرومغناطيسي إن الطاقة الكهرومغناطيسية مكونة من أقسام كبيرة جدا نقدر نقسمها بالنسبة لطول الموجة إلى فترات أو نطاقات بنسميها بند أو بندات.
فكمثال لو انا خدت مثلا مرئيه ابيض واسود. ابيض واسود يعني ايه؟ يعني ما فيهاش الوان. يعني معناها ان انا بصور نطاق الضوء المرئي كله حاجه واحده او نطاق واحد او فتره واحده. يبقى حتى المثال ان هو انا ما اقدرش افرق ما بين، احنا قلنا الضوء المرئي ممكن اقسمه الى ازرق واخضر واحمر، لكن في المرئيه الابيض واسود او اللي احنا بنسميها البانكروماتيك بتعامل معاهم كلهم من اول 4 من 10 لغايه 7 من 10 مايكرو كانه فتره واحده او نطاق واحد، وبالتالي لا استطيع التفريق ما بين الالوان. عشان كده بنقول المرئيه ابيض واسود، يبقى ليها نطاق واحد بس. يبقى السبيكتر ريزولوشن بتاعتها او درجه الوضوح الطرفيه بتاعتها نطاق واحد او بند واحد. بينما لو انا بعمل فيلم ملون او صوره ملونه معناها اني بقدر اتعامل مع اللون الازرق لوحده، اللون الاخضر لوحده، واللون الاحمر لوحده، يعني بتعامل مع ثلاث نطاقات او ثلاث بندات. يبقى المرئيه دي او الصوره دي مكونه من سبيكترال ريزولوشن بتاعتها ثلاثه. يبقى ده مفهوم درجه الوضوح الطرفيه. طبعا تختلف المرئيات في درجه وضوح الطرفيه اختلاف كبير جدا، ففي عندي بعض انواع المستشارات او الاجهزه بتديني عده نطاقات يعني 30 40 نطاق، لكن في انواع متقدمه جدا اللي احنا بنسميها الهايبر سبيكترال سنسورز اللي ممكن بتديني عشرات من النطاقات 30 نطاق 40 نطاق وهكذا. درجه الوضوح الطرفيه برضه مهمه جدا بالنسبه لي، لان زي ما قلنا قبل كده اهوت ان كل هدف من الاهداف ليه استجابه مختلفه في كل نطاق من نطاقات الطاقه، يعني في كل بند. وبالتالي ممكن ان انا لو عندي مجموعه بندات اقدر بسهوله اتعرف على نوع الهدف دوت، ان كان مثلا بازلت ولا حجر رملي ولا حجر بوري، لان كل واحد فيهم ليه استجابه مختلفه على حسب طول الموجه اللي انا بستخدمه. يبقى لو عندي ثلاث موجات او اربعه اربع بندات يبقى اقدر بسهوله اتعرف على النوع، بينما لو عندي بند واحد او بندين اثنين فقط بتبقى العمليه دي اصعب شويه. فلذلك السبيكترال ريزولوشن ايضا من الخصائص المهمه للمرئيات او في الاستشاره عن بعد بصفه عامه. درجه الوضوح النوع الثالث بقى اللي هو الراديومتريه او راديومتريك ريزولوشن. القدرة على التمييز بين الفروقات البسيطة جدا من الطاقة. قلنا مبدأ الاستشارة عن بعد ان انا جاي لي طاقة او اشعاع برمطيسي وبسجله. ازاي اقدر اميز او احدد الفرق البسيط ما بين كل طول موجة والتاني او ما بين الفروقات البسيطة جدا من الطاقة؟ القدرة دي هي اللي احنا بنسميها درجة الوضوح الراديومترية. ودايما بنعبر عنها ب بس اللي برفع له رقم 2، ده اللي بنسميه حتى في علم الكمبيوتر اسمه بت. يعني بقول مثلا 1 بت يعني ما عندي الرقم 2 رفعته لاس 1، يبقى 2 اس 1 بيساوي 2، يبقى ده اسمه 1 بت. 2 بت يعني رقم 2 هرفعه لاس 2 يعني مربع، يبقى 2 في 2 ب 4، يبقى ال 2 بت معناها 4. 8 بت ده الاكثر الشائع، درجه الوضوح الراديومتريه الشائعه اللي هي 8 بت، معناها ان انا عندي 2 لو رفعتها لاس 8 لو انا عملتها الاقيها 256، معناها ان عندي 256 قيمه رقميه استطيع ان انا اخزن فيهم الطاقه اللي جايه لي، يعني ما بين الصفر وال 255، يعني عندي 256 درجه مختلفه من درجات اللون الرمادي. أنا بتكلم مثلا على مرئية غير ملونة. يعني درجات الرمادي أو اللون الرمادي بتاعي أقدر أقسمه إلى 256 درجة مختلفة أو 256 لون مختلف اللون الرمادي أو فترات اللون الرمادي دوت. طبعا هنا المثال بسيط، لو أنا عندي مرئية مثلا 2 بت الوضوح الراديومتري بتاعها هتكون ما أقدرش أفرق أو أميز التفاصيل الدقيقة فيها. بينما لو نفس المرئية سجلتها سنسور ذات نفسه أو جهاز الاستشعار كان أصلا مستخدم 8 بت أقدر بسهولة جدا التفاصيل بتاعتي، لأن عدد درجات الألوان المتاحة عندي هتكون أكبر وبالتالي التفاصيل بتاعتي هتكون واضحة جدا على المرئية. أيضا حاجة نوع ثالث من أو رابع من درجات الوضوح اللي إحنا بنسميها التمبورال ريزولوشن أو درجة الوضوح الزمنية، أو ممكن نقول عليها درجة الوضوح المؤقتة. تعريفها إيه؟ هو
الفترة الزمنية اللي بيلزمها جهاز الاستشعار لكي يمر على نفس النقطة الأرضية مرة أخرى، يعني بيعمل دورة كاملة حول سطح الأرض ويرجع تاني لنفس المنطقة الأرضية، الزمن بتاع الفترة دي قد إيه؟ يعني هو برضو من ضمن الحاجات المهمة في علم الاستشعار عن بعد. أنا عندي تطبيقات كتيرة جدا عاوز فيها صورتين لنفس المنطقة على فترتين زمنيتين مختلفتين عشان أشوف التغير اللي حصل. يعني مثلا لو أنا بدرس التغير في الغطاء النباتي أو بدرس آثار ظاهرة فيضان حصلت في منطقة معينة أو عاوز أشوف النمو العمراني لمدينة، يبقى معنى كده هو عاوز مرئيتين لنفس المنطقة دي في فترات زمنية بسيطة أو قليلة أو كبيرة بحسب التطبيق بتاعي. يبقى الزمن اللي هياخد القمر الصناعي عشان يمر على نفس المنطقة الأرضية مرتين متتاليتين ده اللي احنا بنسميه درجة الوضوح الزمنية أو درجة الوضوح المؤقتة. طبعا الأربع أنواع بقى من درجات الوضوح هم دول اللي بيدوني صورة كويسة جدا وتفصيلية عن كل قمر من الأقمار الصناعية المستخدم في عملية الاستشعار عن بعد، بحيث ان انا بعد كده لما اقول مثلا عايز اختار مرئيه معينه عشان ادرسها او عشان اعمل منها تطبيق معين. طب انا المرئيه من النهارده عندي عشرات انواع المرئيات وعشرات الاقمار الصناعيه المتاحه، يبقى لازم الاول اشوف خصائص كل مرئيه طالعه من القمر الصناعي دوت بالنسبه لدرجات الوضوح سواء المكانيه او الراديومتريه او الطائفيه او الزمنيه عشان اشوف ايه اللي انا محتاجه للدراسه بتاعتي. يعني كمثال لو بدانا مثلا درجات الوضوح المكانيه، نبص نلاقي الاقمار من اول 31 ملم يعني من 31 سم درجه الوضوح المكاني بتاعي بتوصل لغايه 15 متر، يعني معناه على المرئيه دي اللي هي القمر نورمال فيو 3 استطيع ان انا اميز اي هدف طوله 30 سم او 31 سم بالظبط. ما هي اقل من 31 سم مش هقدر اميزه على المرئيه. القمر مثلا جي او اي لا الريزولوشن بتاعته 41 سم، نورمال فيو 2 وهكذا 46 اوصل لغايه مثلا السبوت، سبوت 7 دلوقتي 1.5 متر. ها 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 لغايه مثلا اللاندسات 15 متر. ده بالنسبه لدرجه الوضوح في النطاق البانكرومتري يعني الابيض واسود بس. لكن النطاق الثاني اللي هو متعدد الاطياف يكون عندي بقى بندات اكتر من واحد، هنا بند واحد بس لكن هنا في النطاق المتعدد انا عاوز اشوف الاخضر لوحده والازرق لوحده والاحمر لوحده مثلا ونطاق الاشعه تحت الحمراء وباقي النطاقات المستخدمه في الاستشعار، فهناك تختلف درجه الوضوح المكانيه من اول متر وربع تقريبا في ورد فيو 3 لغايه 30 متر في اللاندسات. عدد النطاقات او درجة الوضوح الطيفية برضو تختلف من قمر الى قمر، من اول الورد فيو 3 بيديني لغاية 29 نطاق، يمكن اقلهم مثلا اللي هم اربع نطاقات في الايجيب سات، يبقى دي درجة الوضوح الطيفية. هنا مش طول البكسل، هي طول المشهد او الصورة، يعني حجم الصورة الواحدة قد ايه؟ هنا مثلا الصورة الواحدة بتغطي 13 كيلو في 13 كيلو المرئية الواحدة، يعني ان هو درجة الوضوح عالية جدا فبالتالي حجم الصورة بيبقى صغير، بينما العكس لو انا بصيت في اللاندسات درجة الوضوح 15 متر بستطيع ان انا اغطي في الصورة الواحدة 185 في 185 كيلو متر. يبقى دي حجم الصورة ذات نفسها. لو اتكلمت مثلا على درجة الوضوح الزمنية أو اللي احنا بنسميها فترة إعادة الزيارة، يعني القمر دوت يعبر نفس المنطقة الأرضية كل فترة زمنية مقدارها قد إيه؟ يبقى في أقمار تقريبا بتديني يوم واحد، يعني القمر يكمل دورة كاملة حول سطح الأرض في يوم، بحيث إن هو لو كان عندي النهاردة يبقى أنا عارف إن بكرة في نفس الوقت القمر بتاعها القمر هيمر على نفس البقعة الأرضية بتاعتي وبالتالي يقدر يديني مرئية جديدة ليها. يبقى فترة إعادة الزيارة أو درجة الوضوح الزمنية برضه في أيام
في بعض الاقمار مثلا كل 16 يوم زي اللاندسات. يبقى اما بدرس خصائص الاقمار يبقى بعد كده لو عندي مشروع او لو عندي دراسه والله بسال نفسي بناء على الخصائص دي طيب ايه احسن مرئيه فضائيه انا عاوزها للتطبيق بتاعي. يبقى لو انا بهتم بالتفاصيل يبقى بشوف احسن وضوء مكاني، لكن لو انا بهتم بالتغيرات اللي بتحصل على سطح الارض يبقى عاوز فتره اعاده الزياره تكون سريعه. لو انا بهتم ان انا اخد مثلا واخد منطقه كبيره من سطح الارض يبقى عاوز ابص على القمر اللي بيديني مرئيه مساحتها كبيره من سطح الارض. طالما ان احنا بنتكلم على المرئيات والاقمار يجب الاشاره ان هيئه المساحه الجيولوجيه الامريكيه اعلنت ان كل مرئيات اللاندسات او لغايه اللاندسات 8 اللي هو احدث واحد متاحه مجانا على مواقع الانترنت، سواء الموقعين دول التابعين لهيئه المساحه الامريكيه. بيبقى دي بسهوله جدا اقدر من اي موقع من دول اعمل داونلود لاي مرئيه لاندسات في اي مكان حول الارض انا محتاجها مجانا. بينما بقيه الاقمار اللي احنا بنتكلم عليها هي اقمار تجاريه، يعني لازم اشتري المرئيه ذات نفسها من الشركه اللي بتتولى مسؤوليه هذا القمر الصناعي. يبقى دي النقطه الثالثه اللي اتكلمنا على الاقمار والمرئيات، ودلوقتي ان شاء الله هننتقل الى النقطه الرابعه وهنتكلم فيها عن تحليل المرئيات. بصفه عامه نقدر نقول ان تفسير المرئيات ينقسم الى قسمين، اما التفسير البصري الفيجوال او التفسير الرقمي او الديجيتال. التفسير البصري يقوم به شخص متخصص اي انه تفسير بشري، بينما التفسير الرقمي هو اللي بيعتمد على سوفت وير او برامج متخصصه في الكمبيوتر. لو بصينا للعناصر اللي بيستخدمها المفسر البشري او عناصر التفسير البصري بنجد انهم تقريبا 7 عناصر، العناصر دي اللي هي بتساعد المفسر على انه يستطيع تمييز الاهداف على المرئيه ويعرف نوع كل هدف منهم ايه. فاول عنصر هو درجه اللون او التون، فاختلاف درجات التون ان كانت المرئيه مثلا ابيض واسود، اختلاف درجه اللون الرمادي ذات نفسه يستطيع منها ان هو يفرق ما بين هدف والهدف المجاور له. نمرة 2 الشكل أو الشيب، فهناك أهداف أرضية لها شكل معين، زي مثلا استاد رياضي، أي استاد رياضي بيكون ليه هدف معين أو مطار وهكذا. في هناك بعض الأشكال اللي بسهولة جدا أستطيع إن أنا أميزها على المرئية. العنصر الثالث اللي هو الحجم أو السايز، فبسهولة جدا على المرئية أستطيع إن أنا أفرق ما بين البيوت الصغيرة والمصانع. المصنع مثلا حتى لو شكله العام قريب من شكل المناطق السكنية لكن بيحتل مساحة كبيرة او حجمه بيكون كبير. ايضا هناك النمط او الباترن، مثلا لو اتكلمنا على المناطق السكنية المساكن ليها نمط معين، الشوارع كلها تقريبا زي شبكة من الشوارع، خطوط مستقيمة الشوارع ذات نفسها، بينما لو بتكلم على مثلا على شبكة ري او منطقة زراعية الانهار والترع بتلاقي ان الاشكال بتاعتها او النمط بتاعها يكون مختلف. النسيج او التكستشر، النسيج النائم مثلا زي المنطقة الرملية، بينما او المنطقة الزراعية يكون النسيج بتاعها او درجة الخشونة ناعمة، بينما لما تكون درجة الخشونة عالية يبقى دي مثلا منطقة غابات. أيضا الظل أو الشادو يمكنني إن أنا أستنبط معلومات كبيرة جدا من المرئية في حد ذاتها. التواجد أو الأسوشيشن، إن لو منطقة معينة فيها ظاهرة فأنا بستطيع إن أنا أستنتج إن هناك ظاهرات أخرى أو أهداف أخرى لابد أن تكون متواجدة في هذه المنطقة. يعني مثلا لو في ارض زراعيه لقيت منطقه زراعيه صغيره زي واحه، يبقى بالتالي ان
فيه بنيه جوفيه في المكان دوت، والا ما كانش الزرع دوت طلع. فهناك ارتباط او تواجد ما بين انواع من الاهداف والمعالم الارضيه. يبقى المفسر البشري بيحاول بقدر الامكان يكون في ذهنه كل هذه العناصر، يبدا يتعامل معاها، بالاضافه طبعا ان هو بيكون عنده معلومات تقريبيه عن هذه المنطقه، سواء من خرائط قديمه او معلومات هو عنده من كثر تعامله في هذه الدوله او البقعه الجغرافيه. اما بقى لو دخلنا على المعالجه الرقميه للمرئيات باستخدام برامج الكمبيوتر، فسنجد ان هذه العمليه تتم من خلال اربع خطوات متتاليين: المعالجه الاوليه او البري بروسيسنج، ثم تحسين المرئيه الايمج انهانسمنت، وتحويض المرئيه ايمج ترانسفورميشن، حتى نصل الى المرحله الرابعه وهي التصنيف والتحليل كلاسيفيكيشن اند اناليسيز. المعالجة الأولية للمرئية أو البري بروسيسنج، الهدف منها إن أنا أقوم بعملية تصحيح للأخطاء أو التشوهات اللي بتحصل في المرئية، وأيضا أحولها إلى نظام إحداثيات حقيقي يمثل العالم الحقيقي. عشان كده في المعالجة الأولانية عندي نوعين من أنواع التصحيحات: تصحيح الراديومتري اللي هو بشوف أي ديستورشن حصل في المرئية أو في الداتا ديت عند التقاطها، تأثير طبقات الغلاف الجوي وبقية المشاكل، وأيضا التصحيح الهندسي إن أنا بربط المرئية دي إلى البقعة الجغرافية والإحداثيات الحقيقية من خلال إن أنا بيكون عندي بعض معلومات اللي بنسميها نقاط التحكم الأرضية أو الجراوند كنترول بوينت اختصارا جي سي بي، بحيث إن النقاط ديت عارف مكانها على المرئية وأستطيع أحددها، وفي نفس الوقت عندي الإحداثيات الحقيقية بتاعتها، خط الطول ودائرة العرض مثلا او اللاتيتيود واللونجيتيود، بحيث ان انا بحط الاحداثيات دي على المرئيه عشان اخلي المرئيه مرجعه مكانيا. الخطوه الثانيه اللي بعد كده تحسين المرئيات، برضو الهدف منها ان انا بحسن جوده المرئيه قبل ما ابدا عمليه التفسير او التحليل، من خلال خطوات منها مثلا زياده تباين المرئيه، اخلي الكونتراست او التباين المرئيه بتاعتها بتاعي عالي بحيث ان يبقى عمليه التفسير بعد كده سهله، وبستخدم حاجات اسمها او ادوات هندسيه او رياضيه اسمها الفلتر المكاني، برضو الهدف منها تحسين المرئيات. ثم بنيجي بعد كده للخطوه الثالثه اللي هو تحويل المرئيات. في الخطوتين الاوليتين كنا بنتكلم على مرئيه واحده، هنا بقى ممكن اتكلم على مجموعه مرئيات، ان انا لو عندي هدف ظاهر عندي في اكتر من مرئيه ففي عمليات على المرئيات، ممكن اجمع مرئيتين، ممكن اطرح مرئيتين. الهدف الاساسي ان انا احصل على تمثيل افضل للاهداف الارضيه الظاهره على المرئيه. يعني مثلا عندي مرئيه لاندسات مكونه من سبع نطاقات، ممكن في عمليه التفسير كفايه قوي ان انا بدل ما اتعامل مع الكم الهائل من البيانات دي احولهم الى ثلاث مرئيات او ثلاث نطاقات، الازرق والاخضر والاحمر، يبقى تقريبا انا ما زلت محتفظ بجوده المرئيه. الثلاثه بند دول هيمثلوا لي 90% من المعلومات الاصليه اللي كانوا متفرقين او موجودين على النطاقات السبعه المختلفه. اما الخطوه الاخيره وهي تصنيف المرئيات، الهدف منها ان انا باخد المرئيه دي واحاول ان انا اتعرف على الظواهر الاساسيه اللي موجودة في هذه البقعة الأرضية. التصنيف في برضه عندي نوعين من أنواع التصنيف، إما إنه تصنيف غير مراقب أو unsupervised classification، أو النوع الثاني اللي هو التصنيف المراقب supervised classification. الفرق ما بينهم إيه؟ واضح من الاسم. في التصنيف الأولاني غير المراقب يعني أنا بسيب الكمبيوتر يتعامل مع المرئية ويصنف الأهداف اللي فيها من خلال إن أنا برنامج الكمبيوتر عارف الديجيتال نمبر أو القيمة الرقمية لكل خلايا من الخلايا، فبيبدأ يجمع يشوف كل الخلايا اللي ليهم تقريبا نفس القيمة ديت اللي جاية من السترايزات نفسه، ويجمعهم كلهم يديهم مثلا رمز معين
وبعد كده من خلال برنامج الكمبيوتر ببقى عارف الميه بيبقى الديشنال نمبر بتاعتها مثلا 98، الزراعه الديشنال نمبر بتاعها 180 وهكذا، بحيث ان اقدر بعد كده هو اخد الارقام بعد ما جمعتها احولها الى اقرب ما يكون بخريطه موضوعيه تبين لي حدود المياه فين، حدود المناطق الزراعيه فين وهكذا. يبقى دي عمليه بيقوم بيها برنامج الكمبيوتر بنسبه 100%، عشان كده بنقول انها غير مراقبه، يعني الكمبيوتر بيعملها لوحده. النوع الثاني لا، ده انا بحاول احسن اللي بيحصل في الكمبيوتر، انا كراجل خبير او متخصص في هذه البرامج من برامج الاستشاره عن بعد، بضغط على البرنامج واقول له لا انا عندي معلومه خدها مني استخدمها في عمليه التصنيف، وبعدين اعمم الكلام دوت على بقيه المرئيه. عشان كده ده تصنيف مراقب، الشخص ذات نفسه بيعمل عمليه مراقبه او تحكم في التصنيف عشان ما يخليش الكمبيوتر يقوم بالعمليه كلها. طبعا التصنيف المراقب اللي هو لوبر بيكون دقته افضل، صحيح هو بياخد وقت اطول ومحتاج خبره شويه، غير التصنيف غير المراقب اللي بيعمله الكمبيوتر لوحده مش محتاج اي خبره ولا اي حاجه، لكن التصنيف المراقب بصفه عامه هو الذي يؤدي الى نتائج افضل. وكده ننتقل الى النقطه الخامسه في محاضرتنا اليوم، وهنتكلم فيها عن الاستشعار عن بعد بالموجات القصيره او الرادار. زي ما قلنا قبل كده المايكروويف او الموجات القصيره هي جزء من النطاق الطيفي، تتراوح اطوال موجاتها من 1 سم الى تقريبا 1 متر، يعني النطاق بتاعي الموجات كبير جدا اللي هو بتاع الموجات القصيره. لكن اهم خاصيه من خصائص الموجات القصيره ان الشعاع دوت او الطاقه دوت طالما ان الموجه بتاعته طويله فبيبقى قوي لدرجه انه يستطيع اختراق السحب وذرات الغبار والتراب وان كان في اي امطار موجوده في الغلاف الجوي اثناء عمليه الاستشعار. دي من اهم المميزات بتاعته. وبرضه نفس الحكايه ينقسم الى قسمين، اما ان يكون استشعار سالبا او استشعار موجبا. استشعار الموجب زي ما قلنا قبل كده يعني الجهاز نفسه، جهاز الاستشعار او الساتلايت القمر الصناعي هو اللي بيطلق الموجة القصيرة أو الرادار توصل لغاية سطح الأرض ثم تنعكس ليستقبلها ويسجلها مرة أخرى. الرادار هو جهاز لقياس المسافات، يتكون من جهاز البث أو ترانسميتر في جهاز استقبال والأنتنة أو طبق استقبال بالإضافة إلى نظام إلكتروني معالجة وتسجيل هذه البيانات. يعني الجهاز اللي موجود سواء في الطيارة أو في القمر الصناعي كمنصة هو اللي بيقوم ببث الموجات القصيرة، تصطدم بسطح الأرض تنعكس إليه مرة أخرى يستقبلها ويسجلها ويعالجها. هذه الأشعة عندما تتعامل مع الأهداف الأرضية فيختلف التفاعل مع كل هدف طبقا لخشونة السطح بتاع الهدف. العلاقة ما بين رؤية الرادار والطبيعة الهندسية لهذا السطح، بالإضافة أيضا لمحتوى بخار الماء والخصائص الكهربية لهذا الهدف. من هذه العناصر بيقدر شعاع الرادار بعد كده هو نقدر نحدد منه نوع الهدف اللي موجود طبقا للتفاعل معه. الرادار يستخدم في تطبيقات كثيرة جدا، من أهمهم مثلا قياس الارتفاعات والتضاريس لسطح الأرض اللي بنقدر نعمل منه الخرائط الكونتورية ونماذج الارتفاعات الرقمية أو الديجيتال إليفيشن موديل المعروفة اختصارا باسم ديم. كمان يستخدم الرادار في مراقبة تحركات القشرة الأرضية أو مراقبة هبوط الأرض من خلال ان انا لو عندي مرئيتين رادار لنفس المنطقه في فترتين زمنيتين اقدر ان انا اقارن ما بينهم واشوف هل حصل اي هبوط في
هذه المنطقه، وخصوصا للمنشات المدنيه الكبيره زي السبول والخزانات والقناطر وهكذا. ايضا يستخدم الرادار في عده تطبيقات في الارصاد المناخيه في الهيدرولوجيا ودراسات المحيطات ومراقبه تسربات الزيوت والبترول. دي نبذه سريعه عن الرادار، لكن ننتقل الى الجزء السادس من المحاضره. بصوره عامه هنحاول نلقي الضوء على تطبيقات استشعار عن بعد. استشعار عن بعد تقريبا دخل في جميع المجالات واصبح شائع الاستخدام في 30 او 40 سنه اللي فاتت. فعلى سبيل المثال في مجال الزراعه هنلاقي ان الاستشعار عن بعد يستخدم في تحديد انواع المحاصيل، ايضا تقييم حاله المحصول او جوده وصحه المحصول، ان كان في اي امراض ولا اي حاجه بنستطيع ان احنا نحدد المنطقه في المزرعه اللي فيها مرض معين بحيث ان نبدا نشوف هنعالجه ازاي بعد كده. هو ايضا ممكن تقدير جوده المحصول ومن ثم تقدير الانتاج المتوقع لهذا المحصول، وبنعمل كمان خرائط التربه وادارتها، وممكن نستخدم الاستشعار عن بعد في متابعه خطوات الزراعه وتقدمها في موسم زراعي معين. اما في مجال الجليه فتستخدم مرئيات الاستشعار عن بعد في عمل خرائط العمق او البدروك وخرائط التراكيب الجيولوجيه والانواع الجيولوجيه، تستخدم في استكشاف المعادن ومواد الهيدروكربونات واستكشاف واستخراج الرمال والحصى وكافه التطبيقات الجيولوجيه وخاصه الجيولوجيا البيئيه. اما في الهيدرولوجي او التطبيقات المائيه فهناك الكثير من تطبيقات الاستشعار عن بعد، مثل مراقبه الانهار والبحيرات، مراقبه وتطوير خرائط الفيضانات، تقدير رطوبه التربه، عمل خرائط شبكات التصريف، وعمل منزله للاحواض الهيدرولوجيه في المناطق القطبيه. بنقدر كمان نستخدم الاستشعار عن بعد لقياس عمق الثلوج ومراقبه حركه الجبال الثلجيه. في المناطق الانهار بنقدر نستخدمه في تحديد التغيرات اللي بتحصل في دلتا الانهار زي مثلا دلتا نهر النيل في مصر، وبصفه عامه في تطوير الخرائط ومراقبه الاراضي المبلله واكتشاف اي تسرب حتى في قنوات الري التفصيليه. اما اذا انتقلنا الى مجال وطاءات واستخدامات الارض اللاند يوز لاند كفر، فبنقدر نستخدم الاستشعار عن بعد في اداره الموارد الطبيعيه بصفه عامه، في عمل الخرائط كمدخل لنظم المعلومات الجغرافيه او جي اي اس، في دراسه التوسعات المدنيه والحضريه، ايضا في اكتشاف المخاطر والاضرار، الحرائق والفيضانات وكافه الكوارث الطبيعيه، في حمايه الحياه البريه، حتى انه ايضا مستخدم في بعض الدول في عمل الحدود القانونيه ما بين الملكيات ومن ثم تقدير وحساب الضرائب. اما في مجال الخرائط فبنقدر من مرئيات الاستشعار عن بعد نعمل الخرائط البلانمتريه اللي هي افقيه او ثنائيه الابعاد اكس واي بس، ايضا بنقدر نستنتج من الخرائط الطبوغرافيه اللي هي ثلاثيه الابعاد، ان انا بحدد الاكس واي والزد الارتفاع، طبعا ده بيبقى نوع خاص من المرئيات الاستشعار عن بعد اللي هي بنسميها المرئيات المزدوجه او الاستيريو بير اللي بتمكنني من قياس الارتفاع او البعد الثالث. ايضا في عمل الخرائط الموضوعيه او الثيماتيك مابس ونماذج الارتفاعات الرقميه الديجيتال اليفيشن مودلز. ايضا هناك عده تطبيقات في مجال مراقبه المحيطات والشواطئ، مثل تحديد انماط المحيطات، التيارات والاعماق والمناطق الضحله والموجات البحريه، كل ده ممكن استخدامه وتقديره من مرئيات الاستشعار عن بعد. التنبؤ بالعواصف، تقدير المخزون السمكي، مراقبه درجات حراره الميه، مراقبه جوده الميه في حد ذاتها، مراقبه تسرب الزيت من مواقع الاستخراج البحريه، مراقبه تاثيرات المد والجزر والعواصف، تحديد الخط الفاصل ما بين البحر والارض او الشور لاين،
ومراقبه حركه الشور لاين زد او حركه خطوط الشواطئ على فترات زمنيه طويله، وبالتالي تطوير خرائط للاهداف او المناطق التي تقع على شواطئ البحار والمحيطات. النقطه الاخيره في محاضرتنا هنتكلم عن السوفت وير او البرامج بتاعه الاستشعار عن بعد. بصفه عامه استطيع ان احنا نقسم السوفت وير الى سوفت وير تجاريه او كوميرشال وسوفت وير مجانيه او اللي احنا بنسميها مفتوحه المصدر او الاوبن سورس. مقارنه سريعه ما بينهم كده، هو ان البرامج المفتوحه المصدر ديت ناس بيعملوها وبيحطوها على مواقع الانترنت مجانا غالبا للمطورين، لان انا بيبقى معايا المصدر الاساسي بتاع البرنامج بحيث ان انا لو عندي خبره بالبرمجه استطيع ان انا اضيف لهذا البرنامج، يعني اعمل طريقه حسابيه جديده، اعمل تحليل جديد اقدر اضيف للبرنامج، عشان كده بنسميها البرامج مفتوحه المصدر والبعض بيقول عليها البرامج المجانيه. اما البرامج التجاريه يعني حاجه بشتريها من الشركه وبيبقى برنامج مقفول انا بستخدمه فقط ولا استطيع ان اطور فيه او اضيف اليه اي شيء اخر. من اشهر البرامج التجاريه زي مثلا ارداس ايماجين، تقريبا هو اشهر سوفت وير في الاستشعار عن بعد في المنطقه العربيه، لكن برضه في برامج ثانيه زي الادريسي والبي سي جيوماتيكا والانفي. اما البرامج مفتوحه المصدر زي الانوز والانتر انج والاو اس اس اي ام والانافا والاوبتكس. وبكده يبقى وصلنا لنهايه محاضرتنا النهارده، وحاولنا فيها بقدر الامكان ان احنا نلقي الضوء بصوره عامه وليست تفصيليه عن الاستشعار عن بعد. ايه هو الاستشعار عن بعد؟ بيتكون من ايه؟ الحاجات الاساسيه بتاعته؟ بطبقه ازاي؟ وهكذا. زي ما قلنا قبل كده ان سلسله المحاضرات ديت اسمها المحاضرات العلميه العامه، يعني نتناول موضوع علمي لكن بصوره عامه وليست صوره تفصيليه. المراجع اللي عاوز يقرا بقى، انا ليا كتاب اسمه اسس وتطبيقات الاستشعار عن بعد باللغه العربيه، ده اللينك بتاعه او الرابط بتاعه، طبعا هو كتاب مجاني من ضمن سلسله كتبي المجانيه المخصصه لوجه الله تعالى. ده بالنسبه للغه العربيه. بالنسبه للغه الانجليزيه فهيئه الموارد الكنديه عامله برضه كتاب مجاني Fundamentals of Remote Sensing باللغه الانجليزيه، ومتاح في الرابط الثاني يقدر كل واحد يعمل له داونلود ان كان بيحب يقرا بالانجليزي. ايضا هناك مواد تدريبيه كثيره جدا متاحه على شبكه الانترنت ممكن الاستفاده منها، في كتب باللغه العربيه، في محاضرات باللغه العربيه، محاضرات عمليه وخاصه عن استخدام برنامج الاستشعار عن بعد اللي هو الارداس الماجن، سواء مجموعه محاضرات الدكتور وسام جزاه الله عنا كل خير، او ايضا الملف بتاع الجزء العملي من المقرر اللي يدرس فيه المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني بالمملكه العربيه السعوديه، اللي المحاضرات ديت بسهوله جدا عمل داونلود ليهم من المواقع الروابط اللي امام حضراتكم على الشاشه والاستفاده منها. ايضا على مواقع اليوتيوب في حاجات كثيره جدا، فيديوهات باللغه العربيه عن الاستشعار عن بعد، دي بعض اجزاء من هذه المجموعه، برضه يبقى مفيد جدا ان الواحد يشوف الفيديوهات ديت ويتعلم منها معلومات اكتر عن موضوع الاستشعار عن بعد. وبكده نكون وصلنا الى نهايه هذه المحاضره. اطلب منكم كالعاده في نهايه كل محاضره ان لا تنسونا من دعائكم مظاهر الغيب، ان يغفر الله لي ولوالدي وان يتقبل مني هذا العمل خالصا بوجهه الكريم. وهنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.